أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بتصريحات سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام على قناة NBC مصر، والتي أكد فيها على عمق علاقات الوفاء التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية. وفي هذا السياق أكد النائب أحمد فؤاد أباضة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري في بيان له على أهمية تصريحات سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام، التي أكد فيها أن ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية من علاقات هو نتاج حضارات تاريخية مشرفة، ومواقفنا مع مصر مواقف وفاء، ومصر لها فضل علينا في التعليم والثقافة، فهي قدمت الأرواح والجهود للذود عن الوطن العربي. وأضاف النائب أباضة أن تأكيد سعادة وزير الإعلام بأن ما تتعرض له مصر ليس وليد اليوم ويستهدف بقية الوطن العربي، وأن هناك تطورا كبيرا يحدث، وأن مصر عمق استراتيجي وظهر لكل الدول العربية، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، وهو دليل قاطع على أن الهدف الرئيسي من وراء المؤامرات المتعددة التي تتعرض لها مصر هو استهداف بقية الدول العربية. وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري على أن الواقع والتاريخ أكدا للأمة العربية والعالم كله أن مصر كانت ولا تزال عصية وقوية وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري والعربي والخليجي، وستكون مصر سندا قويا وكبيرا للأمة العربية، مؤكدا أن الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته سيظل واقفا صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، ليس لحماية الأمن المصري فقط، ولكن لحماية الأمن القومي العربي والخليجي. مؤكدا أن التاريخ أكد أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية، وهي التي كانت الحامية والقادرة على التدخل دوما لحماية الأمن القومي العربي والخليجي.